صدقني إنه داعش مستحيل تكون صنيعة شعوب قامت تنادي بالحرية. وأكبر دليل حجم الاعتداءات يلي عم يعملها بالمناطق المحررة. شوف قديش قتل وعم يقتل من السوريين. شوف حجم الاعتداءات على الجيش الحر والمعارضة المعتدلة. مستحيل داعش يا سيادة المحقق إنه يكون له مستقبل في سوريا. شوف كيف صار في عندهم مخابرات ما بتفرق عن مخابراتكم. يا ريت تحكيني عن غير داعش وعن غير النصرة والمتشددين، لأنه هاي اللعبة صارت مفضوحة ومكشوفة. بس نظامك ما بده إياك تشوفها، حابسينك هون مشان ما تشوف هاي الحقيقة. عم قول ليش عيوني عم يوجعوني هالفترة هاي؟ ايه تمسخر قد ما بدك، بس يا ريت تتذكر يا سيادة المحقق إنه بشار الأسد بأول خطاب له بعد ما طلعت الناس قال إنه هاي مؤامرة كونية ومندسين وإرهابيين وسلفيين ومسلحين، وإنه في 68 ألف فار ومطلوب للعدالة. النظام يلي كان يدعي إنه الأقوى بالعالم وبيعرف النملة وين بتروح وين بتجي ما كان قدران يلقي القبض على 68 ألف فار ومطلوب من العدالة، ولا حضرته كان تاركهم منشان يخربوا البلد، وكان كمان عم يحضر حاله للإفراج عن 1200 جهادي كانوا بسجن صيدنايا لأنه طلعوا يطالبوا بالحرية. صار لازم يتأدبوا، لازم يأدبوهم بكل المافيات العالمية مشان يربوا فيهم شعوب الأرض، مشان ولا شعب يتجرأ إنه يطلع ويطالب بحريته. صدقني يا سيادة المحقق، داعش رح ينهزم، لأنه داعش ما بيشبه شي السوريين، ما بيشبه هاي الأطفال البريئة يلي طلعت تطالب بشوية إصلاحات، وما بيشبه شباب الجيش الحر يلي عم يحاولوا يصونوا حرية قدروا يحصلوا عليها بالمناطق المحررة يلي دفعوا ثمنها مرتين، مرة بسبب الإرهاب ومرة بسبب النظام. داعش بكل أفكاره وجرائمه وانتهاكاته ما بيشبه السوريين يلي عم يحلموا بوطن حر ومستقل. مستحيل إنه الناس يلي طلعت تطالب بالحرية بالأخير توقع تحت حكم داعش وتفرض علينا عادات وتقاليد بحياتها ما كانت من صلب عاداتنا وتقاليدنا. إذا بهي يلي بدك منه 10 بدي منه 1000، بتخيل هون نحن متفقين.